يشارك في البطولات الوطنية في فئة المعاقين. سبق له أن قدم عرض في بطولة العالم لفئات الشبان التي أقيمت بمجمع رياضي أمير مولى عبد الله بمدينة الرباط، وقدم أيضا عرضا مميزا في منافسة كأس العرش. إذا سنتابع يعني هذا العرض اللي هو فيه دروس وعبر كبيرة جدا من جانب سعيد المحمودي. فعلا ملي كنشوف هاد الوليد سعيد بصراحة كيعطيني درس ديال الحياة. فعلا درس كبير في الحياة، درس كبير في التحدي، درس كبير في مقاومة واقع هو كيعيشه، ولكن كيعيشه بشكل إيجابي، بإيجابية كبيرة فعلا. جدا. وهذه حركات الكل يصفق، ايضا يصفق الكل، الزملاء التقنيين يعني ربما احيانا غيترك الكاميرا ويوليك من التصفيق. هذا يعني امر ايجابي كبير جدا. يعني هنيئا لنا بوجود مثل الطاقات على المستوى الوطني، وهذه الطاقات كبيره اعتقد، يعني طرس يعني اقولها من القلب، يعني كتخرج من القلب حقيقه صراحه، وما فيها حتى شي تصنع ولا الكلمات. هذا واقع ما شاء الله. وصور ولقطات تغني عن اي كلمات وعن اي تعليق. هي سعيد المحمودي، جمعية منتدى مبادرات سيدي مؤمن كما قلت. متابعة مشاركة دابا غيدير مقابلة حركات اللي ورينا استعراضية بالفعل بالحركات اللي قدموهم في اثناء بالفعل. جميل، وكاين تناسق بديع. يعني دابا السي صلاح الدين خصك تعرف لنا السي سعيد اللي دار العرض ديالو في بطولة العالم في الرباط. دابا بزاف ديال الدول منهم فرنسا كتعيط لنا باش يستقبلوه، يدير عروض عندهم في فرنسا وفي دول اجنبيه اخرى. وانا كنتذكر انه يمكن حضور مجموعه من الشخصيات اللي في بطوله العالم اللي قدموا ليه الثاني على البساط، منهم وزير الشباب والرياضه سي منصف الخياط اللي هبط عنده، هو رئيس الجامعه العالميه ديال الكاراتيه اسبينوس، اللي هبطوا عنده حتى البساط باش يسلموا عليه، لان كان داك الشيء اكسترا اوردينير بالفعل. وهذا حركات استعراضيه جميله جدا فعلا. لي زيماج كما كنقولوا، لي زيماج بارل ديل ميم، هنيئا.